من الأردن التحق عشرات الشبان والأطفال بالمقاتلين التكفيريين في سوريا قبل أيام من خلال شبكات متخصصة للغاية. هذه الحقائق كشفتها مصادر أردنية عدة منها صحيفة العرب اليوم. على الرغم من أن قصة الطفل محمد قطاع الذي قتله مجرمو جبهة النصرة في حلب وغيرها من المشاهد الإجرامية التي تستثمر الطفولة في القتال أو التحريض الطائفي في سوريا من قبل القوى التكفيرية هزت الضمير الإنساني، إلا أن تجار الدم المدعومين من تحالف الإرهاب على سوريا مصرون في الإيغال بزج الأطفال في حربهم الإرهابية دلالة على ثقافتهم وفكرهم الظلاميين إزاء الطفولة والإنسانية عامة، حيث كشفت صحيفة العرب اليوم الأردنية عن أن عشرات الفتيان الأردنيين التحقوا بالإرهابيين في سوريا مؤخرا من خلال شبكات متخصصة تعمل على تهريبهم وتجنيدهم للقتال إلى جانب المجموعات الإرهابية. وكانت وكالات الأنباء كشفت مرارا عن وجود معسكرات لتدريب الإرهابيين على الأراضي الأردنية تشرف عليها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة. وأكدت صحيفة العرب اليوم عن مصادر موثوقة في مدينة معان أن أكثر من 50 من الفتية والشباب الأردنيين توجهوا خلال رمضان الحالي إلى سوريا لارتكاب أعمال الإجرام والإرهاب باسم الجهاد. ووفقا لرصد قامت به الصحيفة فأن هناك شبكات متخصصة تعمل على تجهيز ونقل الفتيان الأردنيين لانضمامهم إلى جبهة النصرة لمحاربة الشعب السوري ودولته. ليبقى السؤال، أين هو دور المؤسسات الدولية وخاصة المعنية بحقوق الطفل عن هذا الانتهاك الخطير الذي يمثل جريمة حرب؟